البيريد بتاعتي ما بتتصلحش، وده اكيد هيأثر على الخلفة، وانا مش عايزة اظلم خطيبي معايا. يا نهار ابيض على الدخلة. حدوت النهاردة مع كابل يجنن، دخلوا عليا العيادة ولد وبنت زي القمر. البنت حزينة ومكتئبة ومطفية، والولد كمان مخطوط. دخلت فلان خطيبي: دكتور أنا عندي موضوع محيرني، وأنا حاسق في رأيك واللي هتقولي عليه هعمله. أنا البيريد ملخبطة عندي بقالها سنين، متشخصة أن أنا عندي تكيس مبايض رغم أن أنا بعمل رياضة ومش بحافظ على وزني. أنا مش تخينة، أنا عارفة أن المرض ده بيجي للناس اللي عندها سمنة، بس البيريد بتاعتي ما بتتصلحش، وده أكيد هيأثر على الخلفة، وأنا مش عايزة أظلم خطيبي معايا. يا نهار أبيض على الدخلة. حبيبة قلبي هقولك، اللي عندك ده فعلا مرض غذائي له دعوة بنمط حياتك. صحيح هو مرتبط بالسمنة، ومرتبط بالسمنة المركزية جدا جدا جدا، لكن في حاجة اسمها لي بي سي او. يعني ايه؟ يعني بي سي او او تكيس مبايض بيجي حتى للرفيعين. تكيس مبايض يعني لخبطة في الهرمونات، مش بس مقاومة الانسولين، كمان الاندروجين او هرمونات الذكورة. بيحصل لخبطة في الهرمونات دي كلها، وبتأثر على حاجات كتير جدا على فكرة، مش من ضمنها وجود اكياس على المبيض، لكن طالما الدورة اتأثرت احنا عندنا تكيس مبايض. الستات بالذات طالما اتكلمنا على الهرمونات يبقى اهلا اهلا في النضارة السوداء والدراما كوين. احكي لي كده يا بنوتي الحلوة، اخبار نومك ايه؟ اخبار مزاجك؟ اخبار تركيزك؟ والعياط اللي من غير سبب؟ كل ده مشكلة كبيرة جدا ملخبطة عندك بسبب لخبطة الهرمونات، وجايبالنا الراجل على ملا وشه وانا ما بخلفش. انت زي الفل، بس فعلا فعلا عشان مزاجك سيء الشيطان ابن الجزمة مسيطر عليكي ومليكي بيه الوساوس. اخبار شعرك ايه؟ هتقولي يا عيني شعري بيقع، عمره ما كان كده، وكمان بيطلع لي شعر زيادة، ده معناه على طول ان هرمونات الذكورة زايدة. بحاول اخس ومش عارفة، رغم ان انا بعمل رياضة وباخد بالي من اكلي. طب بتعملي رياضة شكلها ايه؟ مش منتظمة. طب بتاخدي بالك من اكلك ازاي؟ رجعت وراها اكلها، واخدة بالها من السعرات، لكن مش عارفة هي بتاخد اكل شكله ايه. ده يخليني اقولك يا حبيبة قلبي انه بالعكس انت عندك اخطاء كتير جدا، لما هنظبطها كل ده هيتظبط. الهرمونات دي بتبقى عاملة زي التانجو، ما بينفعش حاجة لوحدها تتظبط، كله لازم يتظبط معاه. طالما انت جاية تاخدي رأيي ففعلا في حل، وفي خطة كاملة اسمها خطة نمط الحياة، هتقدر تظبط لك هرموناتك وتعالجك من المشكلة دي، والبيري تنتظم، وكمان يبقى ما فيش عندنا ان شاء الله مشكلة مع الانجاب. ليس من ضمنها على فكرة حبوب منع الحمل. ليه؟ لان هو ده الدواء اللي معظم دكاترة النساء بتكتبه. ممكن يحل المشكلة وينظم التبييض وكل حاجة، بس مش دايما بنتحمل السايد افكت بتاعته، بالذات لو عندنا تاريخ مرضي لسرطان الثدي، ما بتبقاش دايما هو الحل. تعالي ما اقولك يا حبيبتي على خطة نمط الحياة اللي تقدر تعالجك من متلازمة تكيس المبايض. وليه بنقول عليها متلازمة؟ لانها ما بتسيبش حتة في جسمك ما بتأثرش عليها. واولهم المود الوحش اللي جابك هنا تكئبين الكآبة دي وتقولي انا بخلفش وانت لسه مخطوبة. بص يا ست الكل، البداية طبعا الدايت، ولما بنقول دايت مش بنقلل سعرات زي ما انت ماشيه بالابليكيشن وتاخدي اي حاجة طالما جوه السعرات. بنعمل حاجة اسمها clean eating، بنبعد عن كل مصادر السعرات الضارة. كل ما نكون ناحية low carb diet كل ما يكون احسن. لو عملنا كيتو ممكن جدا يجيب نتيجة. الانترميتنت فاستنج الف بركة، لما ندخل good fats كتيرة من مصادر كويسة بيحصل الفرق. لما نعمل رياضة اهم حاجة انها تكون منتظمة، الهيت اللي هي التمارين الهاي انتنسيتي بس بانتظام، مش نعمل اشتراك في الجيم ونقعد نشتغل اسبوعين ونقعد عليهم 3 شهور. فكرة ان كل يوم جزء اساسي من نمط حياتك انك تدي على الاقل 30 دقيقة للرياضة، ده بيحسن حساسية جسمك جدا للانسولين ويظبط كل الهرمونات الملخبطة. مش حاجة اسمها بنسهر للصبح على الموبايل او على اللاب او على نتفليكس او على وات ايفر. لازم تحافظي على ساعات النوم، تنامي بانتظام على الاقل وقت الضلمة من 10 لـ4. ما عرفتيش تنجحي في كده يلا نحط ميلاتونين او مغنيسيوم جلايسينيت. في طبعا مكملات كتيرة ممكن نحطها بتفيد جدا في تحسين البي سي او. خدي عندك عيلة بي كلها، المغنيسيوم، اوميجا 3، تصليح فيتامين دي، والسحر المايو إينيزيتول اللي هو بي 8، سحر في علاج البي سي او. طيب خدي بالك كمان من ايه؟ اصلاح الامعاء،
ليه؟ البروبيوتيك لما بنديها صح ونصلح الامعاء صح، يعني احنا عندنا مشوشات على الغدد الصماء بتاعتنا بتعمل لخبطه الهرمونات، واحنا اتفقنا ان البي سي او ده عباره عن ايه؟ لخبطه هرمونات. اوعي تشربي ازايز بلاستيك، ناخد بالنا ونعمل ديتوكس بالطريقه الصح، الياف كتير، بذور كتير، وناخد بالنا من صحه الكبد. دي باختصار الخطه اللي انا عملتها للبنوته اللي ما كانتش تخينه قوي، علشان كل الناس فاهمه ان البي سي او مرض بيجي للناس اللي عندها سمنه مركزيه، ده حقيقي بس 70% منهم بس، في 30% اسمهم لين بي سي او، رفيعين بس نمط حياتهم غلط، عشان كده جالهم واحد من اشهر الامراض اللي منتشره اليومين دول. بعد كده قابلتها 6 مرات على مدار 6 شهور، اشتغلنا على نمط الحياه صح، مزاجها اتحسن جدا، بقت شعل الطاقة وإيجابية وحيوية، وبعد 6 شهور وزنها بقى صح الصح، الدورة بقت تيجي بانتظام ومزاجها اتحسن وكتلتها العضلية زادت. عايزة أقول لكم إيه؟ اختفت 3 سنين ورجعت بعد 3 سنين زايدة 20 كيلو وتوأم. بدأنا طبعا نخس من أول وجديد، بس الحمد لله ربنا أكرمنا وكان وشنا حلو عليها. جيت الحدوتة النهاردة مع متلازمة تكيس المبايض اللي الناس فاكراها مشكلة نسائية بس، وبتيجي للناس اللي عندها زيادة وزن ومقاومة إنسولين بس، اسمها متلازمة علشان هي كذا حاجة مع بعض ومتحكشة، وعلاجها تغيير نمط الحياة. أشوفكم في حلقة جديدة من كوباية شاي.